هل الكفارة في الحلق على الترتيب وهل بقيت؟ يقول هل الكفارة في الحلق للمحرم على الترتيب أم التخيير؟ وهل بقية المحظورات لها نفس الكفارة؟ هل سمعتم الكلام في هذا أن على التخيير وليست للترتيب، وأن أو للتخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أنها على التخيير وليست على الترتيب. فلو صام يكفي، لو أطعم يكفي، لو ذبح يكفي، أي واحدة فعلها تكفي. والآية مجملة والحديث فصلها وبينها، ففدية من صيام، الله ما بين الصيام كم هو، الرسول بين أنه 3 أيام، ففدية من صيام أو صدقة، القرآن أجمل ولم يبين، الرسول بينها بأنها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف ساعة. أو نسك، النسك معروف أنه الذبيحة. نعم، أحسن الله إليك. يقول أو نسك أيضا عام، لأنه يشمل البعير والبقرة، الرسول بين قال انسك شاة. نعم، يعني يأخذ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم.